بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. رح نشوف اليوم كيف نحسب الباي باك ديت بالنسبة للمشروع والستادي، يعني فيزيبيليتي ستادي ايكونوميك فور وان بروجكت. الاكزامبل از هير: ديترماين ويذر ا جروسري ديليفري سيرفيس از فيزيبل. ذا كومباني نيدز تو بيرفورم كوست بينيفيت اناليسيس. ذا بروجكت ريكويرز 15,000 dollars worth of hardware, one time only purchase in year zero, and the development costs are $35,000. Development is completed in year zero. The new system will cost $7,000 per year for maintenance. The system will have a profit of $22,000 per year. The discount rate is 10%. يعني هنا في الاكزامبل هذا عندي هاردوير $15,000، ديفلوبمنت كوست $35,000، المينتيننس $7,000 في كل سنه، والبروفيت في كل سنه هو $22,000، ونسبه الديسكاونت ريت بالنسبه للدولار او قيمه الدولار في كل سنه تنقص بقيمه 10%. اوكي، طيب اول شيء نبحث عنه هو أول شيء هنا أبحث على الـ present value. الـ present value definition بتاعها حسب يعني السنة اللي هي الـ n، نقواها 1 على 1 plus i power n، والـ i هو نسبة الـ discount rate، والـ n هو السنة أو قيمة الدولار في كل سنة، إيش القيمة اللي راح تنقص. يعني إذا ناخذ year 1 باش نلقى 1 على 1 plus 0.1، لأن عندي 10% power 1 ناقص 0.91. بعدين في السنة الثانية الـ n يساوي 2 والـ i تساوي 10%، نعمل 1 على 1 plus 0.1 power 2 نلقى 0.83 etc. السنة الثالثة 0.75، السنة الرابعة 0.68، وسنة خامسة 0.68. السؤال الأول هو calculate the return on investment of 5-year life of the project. يعني باش نقيسوا هنا الجدول أو نملى الجدول على مدة 5 سنوات. إيش راح نسوي هنا في الجدول؟ هذا الجدول أمامكم. بالنسبة لير زيرو عنا مصاريف الهاردوير 15,000، وهو يعني نيجاتيف لأن احنا صرفناه، وبالتالي هو إلا 15,000. بالنسبة للديفلوبمنت كوست هو في السنة الأولى زيرو بس، السنة الأولى بس، وبالتالي إلا 35,000. يعني هنا المجموعة متاع الهاردوير والديفلوبمنت كوست والمانتننس في الير زيرو ما فيش، وبالتالي المجموع هنا في الير زيرو التوتال كوست هو إلا 50,000. البريزنت فاليو كم؟ هي 1، لأن ما زلنا في السنة 0، وبالتالي التايم أدجستمنت كوست إز ماين $50,000. ما فيش بروفيت، ما فيش تايم أدجستمنت فور بينيفيت، وما في، والتوتال راح يصبح هو المجموع بتاع التايم ادجستمنت كوستس، يعني المصاريف اللي صرفناهم في السنة 0. نمروا للسنة رقم 1، مفيش بطبيعة الحال هاردوير اند ديفلوبمنت كوست، بس في مانتننس. المانتننس القيمة بتاعها قلنا هي 7,000، وبالتالي هي نيجاتيف، هي مصروف، راح تصبح هنا نكتب إلا 7,000. التوتال كوست ما في ولا شيء. البريزنت فاليو بما ان احنا تحولنا للسنه الاولى، قيمه ال 7,000 هذه راح تتغير، يعني لازم في التايم ادجستمنت كوست اعمل عمليه ضرب الا 7,000 في 0.91. 0.91 هي 1 على 1 بلس 0.1 باور 1، وبالتالي نلقى الا 6370. في السنة الير 1 عندي بروفيت اللي هو 22,000، وبالتالي راح يكون بوزيتيف. التوتال بينيفيت متاعي هو 22,000، يعني مجموع البروفيت، وبالتالي التايم ادجستمنت بينيفيت هو 22,000
نضربها في الكوفيشن في البريزنت فاليو اللي هي 0.91، نجد 20,020 دولار. التوتال هنا كيف راح احسب التوتال؟ هو الا 50,000 نتاع السنة الماضية، نضيف له التايم ادجستمنت كوست اللي هو 6,370، ونضيف له البروفيت اللي هو 20,020، اجد الا 36,350. يعني هنا الخلاصة في السنة الأولى أني لسه ما دخلت ربح في السنة الأولى. نمر للسنة الثانية، نفس الشيء هنا، المانتنانس متاعنا هي 7,000، وبالتالي راح تكون نيجاتيف. البريزنت فاليو هي 1 على 1 بلاس 0.1 باور 2، نلقى 0.83. التايم ادجستمنت كوست هو إلا 7,000 في 0.83، نلقى إلا 5,810. البروفيت هو ثابت في كل سنة 22,000، وبالتالي نكتب هنا 22,000. التوتال بينيفيتس هو 22,000، والتايم ادجستمنت بينيفيتس هو التوتال بينيفيت نضربها في 0.83، نلقى 18,260. المجموع التوتال في السنة هو التوتال متاع السنة الماضية، يعني إلا 36,350، نضيف لها إلا 5,810، ونضيف لها 18,260، نلقى إلا 23,900. نمر للسنة الثالثة نفس الطريقة، 7,000 هي نيجاتيف مانتننس، البريزنت فاليو هي 0.75، التايم ادجستمنت كوست إلا 7,000 في 0.75، نلقى إلا 5,250. البروفيت 22,000، التوتال بينيفيتس هو 22,000، التايم ادجستمنت بينيفيت هو 22,000 ملتبلاي 0.75، نلقى 16,500. عشان احسب التوتالز هنا راح اسوي التوتالز متاع السنة 2 اللي هو إلا 23,900، نضيف له التايم ادجستمنت كوست إلا 5,250، ونضيف له البروفيت والتايم ادجستمنت بينيفيتس اللي هو 16,500، اجت 12,650. لسه ما زلنا في النيجاتيف. نواصل للسنة الرابعة. السنة الرابعة المانتننس إلى 7,000، البريزنت فاليو 0.68، وبالتالي تايم ادجستمنت كوست هو الملتيبليكيشن تاع إلا 7,000 في 0.68، أجد إلا 4,760. البروفيت ثابت 22,000، التايم ادجستمنت بينيفيتس هو 22,000 ملتيبلاي 0.68، أجد 14,960. أسوي التوتالز بتاع تلير 3 اللي هو إلا 12,650، أضيف له التايم ادجستمنت كوست اللي هو 4,760، ونضيف له التايم ادجستمنت بينيفيتس اللي هو 14,960، أجد إلا 2,450. التوتالز ما زال نيجاتيف، يعني نمر للسنة رقم 5، يعني لسه ما صار تحويل ما بين في التوتالز ما بين نيجاتيف اند بوزيتيف. المانتننس متاعنا الا 7,000، البريزنت فاليو هي 0.62، يعني 1 على 1 بلس 0.1 باور 5 ناقص 0.62. التايم ادجستمنت كوستس هو الا 7,000 في 0.62، اجد الا 4,340. والبروفيت متاعي هو 22,000، التوتال بينيفيتس هو 22,000، وبالتالي التايم ادجستمنت بينيفيتس هو 22,000 ملتبلاي 0.62، نلقى 13,640. عشان ابحث عن المجموع بتاع الير 5 نعمل الا 2,450 اللي هو التوتالز بتاع الير 4 بلس الا 4,340 بلس 13,640، اجد انه التوتالز اصبح بوزيتيف اللي هو 6,850. يعني هنا ملأت الجدول بطريقة أني أجد الأول كولون تكون بوزيتيف. نوقف في الحسابات متاعي. The second question هو calculate the payback period to one decimal place. Determine the fraction of year when payback actual occurs. هو beginning year amount over end year amount plus beginning year amount. يعني هنا عشان أبحث على الفراكشن من السنة امتى صار التحول، يعني هنا عندي في الجدول هو ما بين السنة الرابعة والسنة الخامسة صارت نقطة التحول، يعني من نيجاتيف في اتجاه البوزيتيف، وبالتالي هنا في فراكشن من الـ year 5 راح أبحث عنها
عن طريق الجدول. ايش نسوي هنا في عملية الحساب؟ راح اخذ الاول فاليو بالبوزيتيف يعني هنا ابسولوت فاليو، وراح اضيف ال ال السنة الرابعة للمجموع عشان أعرف إمتى بالضبط الباي باك، أنا نقطة التحول متاعي ما بين السنة الرابعة والسنة الخامسة، وبالتالي عندي أربعة فاصل كم، أنا راح أبحث عن الفاصل كم. إيش نسوي هنا؟ نسوي 2450 اللي هو متاع البيجنير على 2450 مع 6850، نلقى الفاليو 0.26. الصفر 26 هذه أضيفها للسنة الرابعة، وبالتالي عندي الباي باك بيريود هو 4.26 سنة. أوكي، السؤال الثالث: This company only has enough cash to survive up to 4 years without a profit. Give this factor and estimate payback period. Is this project economically feasible؟ يعني هنا اللي قال الشركة هذا تقدر تعيش بدون ربح مدة 4 سنوات فقط، هل باحتساب يعني الباي باك بيريود هل تقدر الشركة أنها يعني تسوي المشروع هذا؟ الإجابة هي this project is not economically feasible. علاش؟ because the company will not earn a profit until the fifth year. لأنه هنا الباي باك بيريود أكبر من 4 سنوات، وبالتالي المشروع هذا ما راح يقدر يكون يعني ناجح اقتصاديا، وبالتالي مرفوض في عملية الإنجاز. هذا تقريبا تفسير أو طريقة حل الإكزرسايز فور باي باك بيريود. شكرا لكم على المتابعة، والسلام عليكم.